لم تسلم بيوتهم من القصف ومدارسهم من الدمار. أبناء ريف حماة الشمالي الذين انتهى بهم المطاف إلى مخيم الرحمة في ريف إدلب، ولكن مشكلة تعليم أبنائهم كانت إحدى المشكلات التي يعانون منها، فالمدارس مكتظة بالطلاب ولا مكان لهم، حتى تم تأسيس مدرسة مخيم الرحمة التي كانت الأمل الوحيد في نظر ذويهم لضمان استمرار تعليم أبنائهم وضمان انتقالهم من مرحلة إلى أخرى في حال تكررت مأساة النزوح. الهدف الأساسي من تأسيس هذه المدرسة بالذات وجود مخيم نازحين، وهالنازحين بشكل متجدد بيجوا على المخيم بيسكنوا فيه حسب الحالات اللي عم بتصير يعني، وغالبيتهم من ريف حماة الشمالي، وبسبب ازدحام الطلاب وكثرتهم يعني المدرسة النظامية ما استوعبت هؤلاء الطلاب، فاضطرينا انه نأسس هاي المدرسة مشان نضمن حقهم في التعليم اولا، ثانيا نضمن انتقالهم من مرحلة لمرحلة في حال انتقالهم لمكان اخر، بالإضافة لأنه مثل ما قلت أنه في دائما بشكل متجدد نزوح إلى هذا المكان. نزحنا من ريف حماة ودمرت بيوتنا وجينا على هاي المدرسة وما قبلونا بالمدرسة النظامية لأنه ما عندهم مقاعد وما قبلونا. تضم مدرسة مخيم الرحمة كادرا تعليميا مختصا في مجال التعليم، والذي حمل على عاتقه تعليم هؤلاء الأطفال النازحين، فعمل تطوعا منذ بداية العام الدراسي. ومجال اهتمام المدرسة الأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية، ويتم تدريس المنهاج كاملا بجميع مواده العلمية والأدبية. تواجه هذه المدرسة العديد من الصعوبات، أهمها النقص في المقاعد والسبورات والكتب والوسائل التعليمية. يا أخي الكريم، المعوقات أنه صارنا من بداية العام عم ندرس بشكل تطوعي، طبعا الكادر التدريسي كاملا يعمل بشكل تطوعي من بداية العام لهاليوم هذا، وما حدا أنه يجع على هالمدرسة أنه قدم الدعم أو سألنا عن احتياجات المدرسة، شو تطلب هالمدرسة. يا أخي لا تربية حماة ولا تربية إدلب أنه يجي تشاف شو عنا نواقص، ما في غير تربية حماة قدمت بعض الكتب وهي غير كافية أصلا. يعني هلق عنا نقص سبورات، نقص في المقاعد، يعني الشبابيك ما لا باللور ولا شيء، البواب كذلك الأمر. تعاني هذه المدرسة من معوقات شتى تقف حجر عثرة أمام استمرار بقائها. إبراهيم السويد، ريف إدلب، حلب اليوم.